ندوة التربية على المواطنة بين وزارة التربية ورابطة المحاربين القدماء بدمشق. نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج التربوية في أسبوع، أهلا بكم. أقامت الأسبوع الماضي مدرسة البيان الخاصة في حماة احتفالا منوعا شمل العديد من الفقرات والمشاهد المسرحية والإلقاء باللغتين الإنجليزية والفرنسية. كاميرا التربوية حضرت الحفل وأعدت لنا هذا التقرير. احتفالا بعيد المعلم باني ومنشئ العقول ومنير الدروب للأجيال، وبحضور الدكتور دارم طباع وزير التربية وزياد صباغ وزير الصناعة وأمين فرع الحزب ومحافظ حماة، أقامت مدرسة البيان الخاصة في حماة احتفالا منوعا شمل تقديم العديد من الفقرات والمشاهد المسرحية والإلقاء باللغة الإنجليزية والفرنسية. بالتأكيد مناسبة عظيمة جدا، وفي كل مكان يوجد فيها معلم، يوجد فيها علم، يوجد فيها أطفال، يوجد فيها جيل جديد، يوجد فيها بناء لسوريا. المدرسة مدرسة عظيمة، وبسرعة كانت من أهم المدارس الموجودة في حماة وفي سوريا. أتمنى لها كل التوفيق، وإن شاء الله نراهم في العام القادم وقد حققوا كل أمانيهم وعادت سوريا بألقها اللي نحن معتادين عليه. بطاقة معايدة للمعلمين، لكل المعلمين كل عام وهن بألف خير. هذا العام يجب أن يكون عيد المعلم. المعلم اليوم هو على جبهات المعركة الحقيقية، هي معركة بناء الإنسان، معركة بناء العقل، معركة إعادة بناء سوريا. فكل عام وهن بألف ألف ألف خير. نحن هلأ بأمس الحاجة لإلهم، لأنه نحن هلأ في طور مثل ما عم نبني هلأ الوطن. أنا فيني أقول لك من جديد نفس الشيء، عم نبني من جديد، وبناء الإنسان يبدأ من بناء الطفل، يبدأ من بناء بالمراحل التعليمية الأولى والأساسية والثانوية. لذلك فلهم الفضل الأكبر، مثل ما الجيش حرر معظم تراب سوريتنا الحبيبة، وإن شاء الله النصر حتى يحرر كل ذرة تراب. نفس الشيء المعلمون عم يبنوا، نفس الشيء الحكومة عم تبني البنية التحتية والمعلمون عم يبنوا الإنسان. تخلل الحفل توزيع شهادات تكريم وهدايا رمزية للمعلمين المكرمين. أولا نحن جزء من العملية التعليمية في هذا البلد، القطاع العام والقطاع الخاص كلاهما يهدف إلى هدف واحد وهو بناء الإنسان. المعلم في رحلة بناء الإنسان هو الربان، ولذلك كان اهتمامنا بالمعلم وبحضور السادة الوزراء هو عبارة عن إشارة ورسالة للمعلمين بأننا معهم في هذه الرحلة إن شاء الله. كما قدمت إدارة المدرسة درعا تذكاريا عربون محبة وتقدير لوزير التربية ومحافظ حماة لرعايتهما فعاليات الاحتفال بعيد المعلم. يعني المعلم باعتباره صاحب رسالة، مربي الأجيال، يزرع فيهم القيم، يزرع فيهم الأخلاق من خلال أخلاقه، يخفف من معاناتهم في أسرهم. وتعد المدارس الخاصة الشريك الهام مع وزارة التربية في سبيل تقديم أفضل الخدمات التعليمية للتلاميذ والطلاب. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. كرمت مدرسة مرمريتا الخاصة بريف حمصة عددا من الأطر التدريسية المتميزة بمناسبة عيد المعلم ضمن احتفالية فنية بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة الدكتور عفيف دلة. وزير التربية خلال التكريم أكد أهمية دور المعلمين في بناء العقول وتأسيس الجيل الذي يساهم في بناء سوريا المتجددة ويحافظ عليها. كما تخلل الاحتفالية عزف مقطوعات موسيقية وأغاني وطنية وتراثية وافتتاح معرض علمي من إنجاز طلاب المدرسة. أقامت ثانوية الرسالة الخاصة بدمشق حفل تكريم 6 من الأطر التدريسية والإدارية العاملة لديها في مقر جمعية الجيل الجديد الثقافية الكائنة في باب توما بدمشق. وزير التربية أشاد خلال حفل التكريم بدور الجمعية المتميز في الثانوية، لافتا إلى دور الجمعيات الأهلية في النهوض بالمجتمع ومساندته في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية دور المعلمين الذين هم خليفة الأنبياء والرسل في نقل الرسالة التعليمية.
المعلم له دور كبير بتأسيس المجتمع وبتطوره وبتقدمه، لأنه نحن بنات أجيال، وإذا ما كنا نحن قد هي المسؤولية أكيد طلابنا ما رح يكونوا بالمستقبل هن بنات لأهل الوطن. التكريم بتعرفي بالنسبة للمدرس يعني حافز كبير ليعطي أكثر ليشجع أكثر، وطبعا نحن بنفتخر بمدرستنا ما بتضيع تعب المدرسين نهائيا، من النوع اللي بتقدر وبتعطي لكل واحد حقه تماما وأكثر. بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع واللواء عدنان مخلوفة رئيس رابطة المحاربين القدماء ومصابي الحرب عقدت ندوة التربية على المواطنة، والتي تضمنت محاور عدة منها الوطن والانتماء الوطني وصفات القائد الوطني، إضافة إلى الريادة وبناء شخصية الإنسان والتجارب الحياتية. ويذكر أن هذه الندوة تقام ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها وزارة التربية بالتعاون مع رابطة المحاربين القدماء ومصابي الحرب. ورشة عمل لوزارة التربية حول استكمال خطوات تطوير المناهج التربوية لمعاهد التربية الموسيقية والفنون التشكيلية والتطبيقية. ضمن إطار عمل وزارة التربية على تطوير العملية التربوية والمناهج التعليمية، أقامت وزارة التربية مديرية الإعداد والتدريب التربوي والمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ورشة عمل حول استكمال خطوات تطوير المناهج التربوية لمعاهد التربية الموسيقية والفنون التشكيلية والتطبيقية وفق خطة زمنية محددة. الدورة طبعا هي ضمن خطة عمل وزارة التربية في تطوير العملية التربوية، وتأتي معاهد المتعلقة بعمل وزارة التربية منها معهد إعداد المدرسين للموسيقى ومعهد إعداد المدرسين المساعدين للفنون التطبيقية والتشكيلية في وزارة التربية، وأيضا معاهد التربية الرياضية. استكمالا لخطة تطوير العملية التربوية، تأتي في مقدمة هذه الأولويات تطوير المناهج التربوية. توصلنا إلى ثمرة، هذه الثمرة سوف نقرها في هذه الورشة، واللي بتتضمن بعدد نقاط. هذه النقاط هي عبارة عن تتلخص بتطوير الخطة الدرسية، واللي من خلاله يصير تطوير مناهج هذه المعاهد بما يتناسب مع تطور العلم والتكنولوجي والمرحلة التربوية بما تزيد من جودة في التعليم. النقطة الثانية هي تطوير لائحة داخلية لهذه المعاهد. النقطة الثالثة هي تطوير القانون المالي لهذه المعاهد. النقطة الرابعة هو البحث في المتخرجين الأوائل من هذه المعاهد وإمكانية زيادة عدد المقاعد مقبولين في الجامعات المناسبة لها. الحقيقة الورشة كانت ورشة لاحقة على ورشات سابقتها، كان الهدف منها تطوير مناهج المعاهد الموسيقية والفنية اللي هي كانت تابعة، اللي هي تابعة ما زالت إلى الآن لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي. لكن أنتم بتعرفوا نحن طورنا مناهجنا ما قبل الجامعي، وما عاد مقبول إنه نحن معاهد اللي عم تخرج مدرسيننا حيدرسوا هذا المنهج اللي هو ما قبل الجامعي يكونوا على المناهج القديمة. فكانت المتطلبات الآن نحن نعدل الخطة الدرسية، نعدل نطور المناهج ما يتلائم مع المناهج قبل الجامعي، هي النقطة، وما يتلائم مع احتياجات العصر وما يتلائم مع المهارات الحياتية والتنمية المستدامة. ورشة اليوم هي دعينا فيها مجموعة مدرسين ومجموعة موجهين، ممكن في منهم مشرفين على معاهد الموسيقى بالجمهورية العربية السورية. الهدف من الورشة هيدي أنه نحن عم نشتغل على فكرة تعديل مناهج وتغيير مناهج الموسيقية للمعاهد مشان تواكب المناهج المطورة اللي طورناها والأساليب الحديثة بالتدريس. فنحن في فكرتنا لما بدنا ناخد منتج يعني خريجين مناح، فيفترض يكون المنهاج بيتناسب. منهاج التربية الموسيقية للمعاهد هو قديم كتير، يعني إنه من تقريبا من التسعينات ما طرأ عليه أي تغيير، ومثل ما بنعرف التغيير بالعملية التعليمية كتير يعني صار كتير يعني ومطلوب. تسعى وزارة التربية إلى الارتقاء بالعملية التربوية بمفاصلها كافة وتطوير مهارات الطلاب والمدرسين وقدراتهم في الجوانب الحياتية والعلمية والوجدانية كافة. تقديرا لعطائهم وجهودهم المبذولة في العملية التعليمية، تكريم 60 معلما ومعلمة في درعا بمناسبة عيد المعلم العربي.
استضفنا معلما ومعلمة يكرمون في عيد المعلم العربي تقديرا لجهودهم ودورهم التربوي في إرساء مسيرة التعليم وبناء أجيال قادرة على الدفاع عن الوطن وبنائه. يتم الاحتفال بهذه المناسبة وأيضا يتم العمل على تكريم المعلمين بهذه المناسبة تقديرا لجهودهم المبذولة لإنجاح العمل في الميدان التربوي من باب التقدير والاهتمام والتشجيع بالنسبة للمعلم لإنجاز المهام الموكلة إليه. شكرا لمدرسة البرماوي الخاصة لهذه الدعوة لتكريم زملائنا المعلمين والطلاب المتفوقين الأوائل. المعلمون مشاعل نور تهتدي بها الأجيال، حملوا رسالة العلم والمعرفة بكل أمانة وإخلاص ليكون التكريم ثمرة عطاء لا ينضب. التكريم هو حافز لكل معلم أن يستمر في أداء هذه الرسالة التي أنيطت به والتي وكل بها والتي قل نظيرها. كل عام وانتم بخير، كل المعلمين السوري بألف خير. عم نحتفل اليوم بعيد المعلم بثانوية البرماوي تكريما لعطاءاتهم ولشي اللي بذلوه ظل الظروف اللي مرينا فيها. المعلم ظل صامت وما تستسلم أبدا لكل الظروف اللي كانت الدرع. تقوم ثانوية البرماوي الخاصة في كل عام بتكريم المدرسين بمناسبة عيد المعلم، وهذه مناسبة عظيمة لأن المعلمين هم بنات الأجيال وهم اللبنة الأساسية في تطور هذا المجتمع، لأن الأمة ولأن الوطن لا يتطور إلا بالعلم وبالمعلم. كل عام وأنتم بخير، اهتدنا في ثانوية البرماوي الخاصة في كل عام أن ندأب على تكريم هذا الطود الشامخ عيد المعلم، وتزامن مع هذا العيد الكبير، هذا عيد من له فضل علينا في كل مناحي الحياة، تكريم بسيط لا يرقى إلى ما يقدمه في كل مناحي الحياة. كل عام وهو بخير، كل عام وكل من يعمل في هذا المجال بألف ألف خير. ويبقى المعلمون حراس المستقبل وأصحاب رسالة مقدسة في بناء العقول وغرس القيم الوطنية وحاملي راية العلم والمعرفة. تعزيزا لثقافة الدمج، أقامت روضة العجم الدامجة نشاطا تفاعليا تشاركيا بين أطفال الروضة وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدارس عدة بمحافظة طرطوس. بمناسبة أعياد آذار وتكريما لأمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيزا لثقافة الدمج، أقامت روضة العجم الدامجة وبالتعاون مع مديرية التربية دائرة البحوث نشاطا تفاعليا تشاركيا نفذه أطفال الروضة وأطفال من ذوي الإعاقة من المدارس الدامجة في المحافظة. أغتنم هذه الفرصة لأبارك وليعايد الأمهات السوريات وأخص منهن الأمهات أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. في هذه المناسبة أيضا أحب أن أؤكد ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفعاليات تعزز ثقة الطالب وخاصة الأطفال، ثقة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بأنفسهم. طبعا للتأكيد على ثقافة الدمج، للتأكيد على الاتجاهات الإيجابية نحو الأطفال ذوي الإعاقة، تغيير الاتجاهات، تحسين الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة، تحسين الاتجاهات نحو قضية الدمج بشكل عام، سواء على مستوى الأطفال، على مستوى الروضة، على مستوى المدرسين. تضمنت الفعالية عدة فقرات فنية وغنائية وفقرة زجل، والتي تميزت بالتشاركية والتعاون بين جميع الأطفال. حبينا نعمل السنين نشاط تفاعلي بين أطفالنا من فئة 5 سنوات والأطفال من غرف المصادر بالمدارس التابعة لمديرية التربية طرطوس. كان هدف النشاط هو تكريم لأمهات الأطفال حتى نقول لهم كلمة شكرا على جهودهم مع الأطفال من ذوي الإعاقة. حبينا كمان نضوي على نعزز ثقافة الدمج ونعمل تشاركية بين أطفالنا وبين الغرف المصادر. يا أم البطل لا تحزني، دمعك يا أم مهدني مع حبي والتقدير. كل عام وأنت بخير ماما ومعلمتك. العام وأنت بخير. كل عام عيد معلم أقول كل عام بخير ماما وأنستي. حب أقول لمعلمتي وأمي عام وأنت بخير. ما سبت عيد لأم وعيد معلم كل عام وانت بخير يا أمي يا معلمتك. يوم شاركنا مع احتياجات الخاصة بعيد المعلم وبعيد الأم
كل عام وانت بخير يا معلمتي ويا ماما. فعلي غير شكل، انبسطنا وانبسطوا الاولاد، كل عام وانت بخير. واختتمت الفعالية بتقديم الورود للأمهات والمعلمات وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين. حرصا من وزارة التربية على مستقبل طلابها في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، رغبتها بإعادة تأهيل أكبر عدد من المدارس المتضررة لضمان عودة الطلاب إليها. الثانوية الصناعية الرابعة بحي سليمان الحلبية تستقبل طلابها من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم فيها. تواصل مديرية التربية بحلب تأهيل المدارس المتضررة بحلب وريفها. الثانوية الصناعية الرابعة مدرسة صناعية جديدة تعود للخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم فيها. في هذا العام الدراسي حاليا 40 مدرسة ضمن مدينة حلب تتم الصيانة إلى وستعود للخدمة إن شاء الله تباعا، وفي الريف المحرر المحيط بمدينة حلب هناك 70 مدرسة. بالنسبة للمدارس المهنية هذه خامس مدرسة مهنية تعود للخدمة خلال العام الدراسي الحالي بعد الفنون الثامنة والتجارة الرابعة بنين، وهذه الصناعة الرابعة بنين، ولدينا في مدينة السفيرة أيضا تم صيانة وتأهيل المدرسة والثانوية وثانوية الفنون الأولى. تحتوي الثانوية على 4 اختصاصات، اختصاص اتصالات والميكاترونكس والكهرباء والإلكترون. أعداد الطلاب حوالي 350 طالب. تزامن افتتاح الثانوية مع ذكرى عيد المعلم وثورة 8 آذار. أكثر من 350 طالبا موزعين على 4 اختصاصات عادوا لمقر ثانوياتهم بعد استلامها وتجهيز مخابرها من قبل مديرية التربية. نحن بكالوريا ميكاترونيكس كنا عم ندوم بالمعهد المتوسط الرابع بسبب تأزم المدرسة وإصابتها وأضرار فيها، بس هلا الحمد لله رجعنا لها والحمد لله المدرسة كتير كويسة. وتستمر أعمال الصيانة في المدارس والمعاهد الصناعية والمهنية في حلب وريفها تمهيدا لعودتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام المقبل. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. تستمر وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتنفيذ الدورات التدريبية في مجال الصحة والإسعاف، حيث أقيمت الدورة الثانية حول الإسعافات الأولية النفسية للمساعدات الصحيات في مستوصفات الصحة المدرسية في حماة. تستمر وزارة التربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتنفيذ الدورات التدريبية في مجال الصحة والإسعاف، حيث أقيمت الدورة الثانية حول الإسعافات الأولية النفسية للمساعدات الصحية في مستوصفات الصحة المدرسية. تهتم وزارة التربية دائما بطلابها وعاملها من الناحية الصحية. اليوم طبعا نحن في دورة للدعم النفسي الصحي للمشرفين الصحيين والمساعدات الصحية العاملات في دائرة الصحة المدرسية. طبعا لاحظنا أن المعلومات التي يتلقونها معلومات مفيدة جدا، طلبوا الاستزادة منها، طلبوا دورات قادمة. تم خلال الدورة التدريب على كيفية تقديم الدعم النفسي واحتواء الأشخاص الذين لديهم مشاكل ومعالجتها بشكل يعيد الثقة والإطمئنان للطالب والتلميذ نتيجة ما تعرض له جراء الأزمة. نحن اليوم بتدريب الإسعافات النفسية الأولية للأشخاص اللي عم يعانوا من ضائقة نفسية. هاي الورشة الثانية بحماة كان في ورشة من الأسبوع الماضي، هي نفس الورشة لغير أشخاص لحتى نكون عم نقدر نغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين اللي لهم علاقة بعاملين بالصحة المدرسية، إن كان مشرفين مثقفين، لحتى يحصلوا على هاي الخدمة وعلى هاي المهارات. واطلع المشاركون على عدد من الحالات التي ممكن أن يتعرضوا لها الطالب خلال الأزمات والحروب، وتم التدريب على معالجة مثل هذه الحالات نفسيا وصحيا وخلق جو من الراحة لهم. الدورة أضافت لنا كتير بالنسبة لنا أكثر من غيرنا، تحسين حالتنا النفسي لنقدر نتعامل مع الأطفال اللي عم يعانون مشاكل،
وحتى ما بس الأطفال ضمن عائلتنا. قدرت أنا هلأ أعرف كيف أتعامل مع الأطفال، أقدم لهم استجابة وأقدم لهم عملية بدعمهم كيف، وطريقة الاستجابة لإلهم، طريقة التعامل معهم، تقديم الخدمات أو الحلول، أو بمعنى كيف أقدر أتفهمهم ووصلهم وأرفع من معنوياتهم. يذكر أن عدد المشاركون بلغ 25 متدربا ومتدربة من مديريتي التربية في حما وإدلب، ومدة الدورة يومان. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. تدمر الحضارة إبداع الماضي والحاضر، عنوان الملتقى المركزي الأول للنحت والتصوير والأعمال اليدوية الذي شارك فيها أطفال من منظمة طلائع البعث في حمص. تدمر الحضارة إبداع الماضي والحاضر، عنوان الملتقى المركزي الأول للنحت والتصوير والأعمال اليدوية الذي شارك فيه أطفال منظمة طلائع البعث، وذلك في قصر الزهراوي بحمص. اليوم شاركنا بصنع البساط والسداجات للتراث الشعبي. نحن عم نشتغل هلأ بالبسط والسداج، عم بعبر عن تراث أجدادنا القدماء. فعالية تدمر إحياء تراث أجدادنا القدماء ومنها البسط. هلا عم يشتغل أنا جمال رمز الإله أرسو، هذا الإله كان مشهور وشعبي كتير بتدمر. صناعة الحلي التدمرية اللي بتعبر عن الحلي اللي كانوا يلبسوها التدموريين والزنوبيا، الملكة زنوبيا، الأطفال جسدوها بأبسط المواد من مخلفات لفات الطبيعة. هي مدينة الشمس ومدينة النخيل، وهي جزء لا يتجزأ من سوريا الحبيبة، فهي رقعة من لوحة فسيفسائية كبيرة. هي بدأنا فيها من حمص، وإن شاء الله سنستمر في المحافظات الأخرى بالمرجعية والرموز الوطنية والتاريخية والحضارية لكل محافظة. الملتقى يتضمن أعمال لكافة الرفاق الطليعيين على امتداد القطر العربي السوري ووطننا الحبيب، أعمال من بقايا الطبيعة، أعمال بسط وسجاد، رسم وتصوير، نحت فسيفساء، وكلها تتعلق بتدمر الحضارة. الغرض من الملتقى وإقامة الملتقى هو تسليط الضوء على الناحية التراثية والعظيمة التي تتمتع بها مدينة تدمر. هذا المعرض كان له هدف من أهداف المنظمة التي دائما تضع خطتها السنوية وفق هذه المنهجية، أولها أن نصل بأبناء الوطن إلى أن يبقى التاريخ مجسدا في ذاكرتهم وفي وجدانهم. هنا أعيد تاريخ تدمر، ما يعمله الفنيون يجسدوه الطلائعيون، وهذا فخر لهذا الوطن بأنه لا زال أبناء هذا الوطن، لا زال الجيل الذي ستعهد إليه راية هذا الوطن هي في أمانة، لأنها داخلة في وجدانهم وفي ذاكرتهم وجسدوه اليوم عبر هذه المعروضات الجميلة. يستمر الملتقى لثلاثة أيام، يجمع أعمال الأطفال والتي تحاكي آثار مدينة تدمر والأزياء الفلكلورية التي تعبر عن حضارة وعراقة هذه المدينة. من قصر الزهراوي في حمص، علي عياش، التربوية. مشاريع مهمة قدمها اليافعون في المسابقة الوطنية للذكاء الصنعي 2021 والتي شارك بها 50 يافعاً. هذا المشروع هو ثمرة جهد وشغف بالذكاء الصنعي، فبعد أحراز المركز الأول على مستوى العالم بالعام الماضي، شارك 50 يافعاً من أعمار مختلفة بالمسابقة الوطنية للذكاء الصنعي في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، والتي تهدف لتشجيع الفتيات والشبان للتوجه للذكاء الصنعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أنا آرام، عمري 12 سنة، من فريق يونايتد المانس اللي كان من المركز الثاني على مستوى سوريا. كانت كتير تجربة حلوة وأنا مبسوط فيها. ببساطة كان مشروعنا عن إنه برنامج للسرطان خصصناه بس للدكاترة، كان عبارة عن إنه بتحط صورة إشعاعية للسرطان، والبرنامج بيقول لك إنه إذا في سرطان أو لا، وبيقول لك نوع السرطان.
كانت ميزة البرنامج انه بشوف البرنامج الصورة بيكسل بيكسل، فهذا الشيء انه ادق بكثير يعني احسن بكثير من عند دكتور. اسمي نايا ديوب من جبلة. نحن شاركنا بمسابقة Girls in AI. نحن كان اخذنا المستوى الثالث، المركز الثالث على مستوى سوريا. كانت فكرة مشروعنا هي مساعدة الاشخاص العاطلين عن العمل غير المتعلمين، انه نحن بنقدر نساعدهم نحن ليكتشفوا المواهب اللي هن عندهم اياها من صغرهم وننمي لهم اياها من دون محلات يقدروا ينموها، فنحن بنقلل من نسبة غير المتعلمين وبنفس الوقت بنقلل نسبة العاطلين عن العمل. اسمي علي سعود، عمري 17. انا من فريق ادرفز اس بمسابقة Girls in AI سوريا 2021. صارت هذه المسابقة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي وشاركنا وطلعنا المركز الاول، وكثير متحمسين لحتى نشارك بالمستوى العالمي ونجيب كمان مستوى على مستوى ان شاء الله. اسمي جوهر ديوب من جبلة. كنت مع اختي نايا ديوب بنفس الفريق، اخذنا المركز الثالث على مستوى سوريا. وبحب اشكر الجمعية كثير لانه اشتغلوا معنا واستضافوا هذا الحدث الكثير مهم، وطبعا الشكر الاكبر لانه المعلومات اللي علمونا اياها. مثلا انا اخذت تعلمت بالجمعيه دورات روبوت مستوى ثلاث مستويات ومستوى متقدم، وتعلمت كمان دوره اردوينو مستوى اول، وكانت كثير مفيده. فطبعا هالمعلومات كثير نحن عم نستفيد منها بهذا العصر لانه هذا عصر التكنولوجيا والتقدم، فاذا الواحد كان يتعلم هيك اشياء كثير رح يستفيد منها بس يكبر. اسمي عمران شداد، عمري 15 سنه. انا بتيم اورنجز، شاركنا وربحنا مركز ثالث على مستوى القطر الحمد لله. فكرة مشروعنا كانت أشبه باستبيان أونلاين للمزارع عشان يقدر يستفاد أكثر استفادة عن المحصول لازم يزرعه، ويعطينا هو المعلومات ونحن الموقع يعالج له المعلومات اللي عطانا إياها، وبالنهاية نرجع له النتيجة اللي هي المحصول الأفضل فيه يزرعه مع الطريقة الأمثل ونصائح أخرى. شارك 50 يافع من نادي الذكاء الصنعي بالمسابقة، كانت بين 5 و8 آذار تزامن مع عيد المرأة العالمي. كانت نسبة الفتيات 62% أكثر من الفتيان، بذلك مقصود لتشجيع الفتيات للدخول بعالم التكنولوجيا، وهذا بيصب بهدف الجمعية العلمية السورية للمعلومات بالتمكين الأمثل لبرامج التكنولوجيا الحديثة عند أعمار بين 12 و18 لمساعدتهم بتحسينهم الأكاديمي وبالدخول بسوق العمل بطريقة صحيحة للشباب والفتيات. تأهيل عدد كبير من اليافعين وتدريبهم على تقنيات الذكاء الصنعي بطرح مشاريع متكاملة تصب في خدمة المجتمع وتعزز مكانة سوريا في المحافل الدولية. لأخبار التربوية لوجين إبراهيم، اللاذقية. بقعة شطرنج بحجم غرفة نفذها مدرس التربية الرياضية بشار أبو حسونة في الباحة لتكون حجارتها تلاميذ وتلميذات مدرسة الشهيد منير بلان بالسويداء. على عكس ما ألفناه يجسد 32 تلميذا وتلميذة بيادق وأحجار الشطرنج على رقعة طول ضلعها 4 أمتار، يمثل فيها الإناث اللون الأبيض والذكور اللون الأسود بمبادرة ضمن عدة مبادرات نفذها مدرس التربية الرياضية بشار أبو حسون في مدرسة الشهيد منير بلان بالسويداء. هذه اللعبة حاليا الفكرة الجديدة اللي قمت ببلورتها انه هي اخراج هذه اللعبة من الحيز الالكتروني الى العالم الافتراضي لكن بشري. 16 من العقول يعملون في آن معا فريق لعبة شطرنج وليس شخص، إذن أصبح فريق لعبة شطرنج يلعب مع الإشارة، يلعب الفريق كاملا بتفكير فردي وجماعي. فهنا 16 من الأدمغة تعمل معا بخطط لاحقا، يعني بالمراحل القادمة سوف يكون خطة جماعية. حاليا بعد المبادرة شبه خجولي نعمل على بروفات، ومن هذا المنبر ومن خلال تغطيتكم أنتم الناطقين بأسماء أسمائنا كمدرسين ومعلمين، أتقدم للسيد وزير التربية والمختصين بشؤون الرياضة المدرسية، أتقدم له بمقترح بأن تدخل هذه الفكرة بنشاطات الرياضات المدرسية، يصبح فريق لعبة شطرنج كفريق كرة قدم كفريق سلي ويشارك في البطولات في الرواد. والفكرة أكيد هي تتمحور ضمن أطر التفكير والإبداع والإبداع الخلاق، وتنمي الطفل وترتقي به بسوية الفكر الإبداعي. أنا القلعة بتحرك بشكل خط مستقيم
عدد البيوت اللي قد ما مدي لدار الحصان بتحرك أني بشكل ال بكل اتجاهات. نروح هون بالرقعة نتحرك 16 حجر سوا. هذه الفكرة اقترحها مدرس التربية الرياضية الأستاذ بشار بوحسون وقام بتطبيقها ورسمها على أرضية باحة المدرسة. هذه اللعبة لها أهمية كبيرة بتنمية المواهب وخاصة القدرة على الإبداع والتفكير المبدع والقدرة على الحكم بالمواقف والخطوات اللي بدنا نتخذها ونقوم فيها بحياتنا ضمن هذه اللعبة بتفيدنا بالمستقبل. تندرج هذه المبادرة تحت أهداف متعددة منها تنمية العمل بروح الفريق والروح القيادية وروح المسؤولية بالإضافة إلى تنشيط التفكير لدى الأبناء التلاميذ. للتربوية السورية سماهر دانون السويداء. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.